ازيكم يا جمهورية ابو سليمان، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. خلاص بقى المكنه اهي اللي انا صورتها لكم وقلت لكم واحده، وجت صاحبه النصيب النهارده وخدتها، وهي من الفانز بتاعنا ومن الناس المهمين قوي للقناه. نورتي يا حاجه. الله يخليك يا حبيبي. عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك انت؟ ربنا يخليكي. احنا عايزين استاذه ام عادل، هي بعتت على الواتس رساله قالت لي يا ابو سلمان انا عايزه مكنه كويسه، وجت هي وابنها خالد، وطبعا نورتوني وشرفتوني. الله يخليك. خليك المكان منور باهله وباصحابه. ربنا يخليك. عجبتك؟ كمان الذوق جدا جدا. سلام يا حاج. عجبتك المكنه؟ الحمد لله. جميل. جميله من وشه. ربنا يخليك. الله يخليك. الف مبروك. الله يبارك فيك. وعايز اقول لكم الحاجه يعني ركزت قوي في اللي انا بقوله في الفيديو، ونزلت ما سالتش علينا، قالت لك الناس مش النجاح لابو سليمان. الناس اللي في الروايه يا جماعه معظمهم بقوا خلاص يعني جالهم جنان من العروض ومن الناس الكتير اللي بتسال علينا، فبداوا بقى ايه يتكلموا مع الناس يضايقوهم، يوصفوا لهم غلط، يقولوا لهم كاني وماني. فنزلت الحاجه فضلت مركزه ان هي تدخل من عند المقله من بره، مقله الحاج محمود، تخش الشارع ده دغري اخره لمين؟ لقيت المحل. لو من عند بتوع الجزم تخش الشارع ده على الشمال، احنا بعد كرم معرض سليمان وعليه اليافطه. طيب احنا دلوقتي هنعمل تجربه لمكنه الحاجه، نورتنا. الله هنركب لكم دواس البرم، واحنا بالفعل ركبناها اهي، وهنعمل الاوفر قدامكم. عايز اقول لكم كمان خالد ابنها بيصور، وخلي بالك يا خالد اوعى تنزل الفيديو على النت عشان في حقوق طبع ونشر. اديني فلوس او لما تنزل. ماشي. طيب دلوقتي هنجيب حتة القماشة بتاعتنا. تسلم لنا يا حاجة. اتفضل. وهنجرب المكنة اوفر. ندخل طبعا الجزء ده كده، نرفع الحرف. طيب المعلومة اللي بعد كده يا ابو سليمان ان احنا هنجيب المكنة على الزجزاج، اي عرض احنا عايزينه كده او اقل او اقل. وعفوا احنا نحط الفيشه دلوقتي حالا، واحنا دلوقتي يا جماعه بنحب كل حاجه، حتى المحل ولا متروق ولا مترتب ولا اي حاجه، احنا بنحب نشتغل عشوائي، احنا بتوع التلقائيه كلها اهو. طبعا الحاجه لو نسيت حاجه اتفرج على الفيديو ده. سامعين يا جماعة اللهم بارك، صوت المكنة جميل جدا، الله أكبر. بسم الله. زي ما انتم شايفين يا جمهورية ابو سليمان، زي ما بيقولوا كده، ولا سحر ولا شعوذة، احنا بنعمل اي حاجة لربنا وعلى ربنا، عشان كده ربنا بيبارك لنا وبيكرمنا في فيديوهاتنا كلها. وري يا احمد كده الناس اهو، جمهورية ابو سليمان الاوفر اهو بتاع مكانتنا النهاردة. عجبك يا حاجة؟ جميل والله اكبر عليك. هي جميلة من وشه. ربنا يخليك. الله يخليك. هوريكم برضو مفاجأة بقى، المكنة اللي عليها الدور شركة سينجر برضو بعتتها لي اهي، دي المكنه اللي عليها الدور اللي هتاخد الفلوك الجاي، واللي هيلحقها برضه هيبقى ليه خصم عليها. احنا عملنا للحاجه خصم صح يا حاجه؟ عملت له خصم وخدنا هدايا وخدنا كل حاجه. بالامانه احنا اتفقنا على اي كلام نقوله قبل الفيديو؟ لا والله العظيم. يعني انا والله بالصدفه ابنها اهو، حتى بصوا يا جماعه اوريكم ايده، بصوا اهو قاعد بيصور فيديو اهو، والله العظيم. فقلت له ثواني انا اعمل فيديو انا كمان للقناه بتاعتي. دي المكنه ال 298 الشهيره اللي انتم عارفينها. برضه لو حد عايزها دلوقتي وعايز يحجزها يكلمني على الواتس، رقم الواتس اهو على الكاميرا، وصوره اليافطه برضه بحطها لكم اهي، ورقم الفودافون بتاعي لو حد عايز يكلمني فون. ده كان فيديو النهارده بتاعنا. انا جربت لكم المكنه دي خياطه وتطريز، ف يعني ما رضيتش ان انا بصراحه، قلت طالما هنعمل اوفر للحاج وهنصوره يبقى نعمله قدام جمهوريه ابو سليمان. شاركوا معانا. خدي يا امي كده شوفي،
والف مبروك عليكي. الله يبارك فيك. هستناكم يا جماعه تنوروني في 14 روايه خلف صدناوي. ده كان فيديو سريع كده للحاجه ام عادل. نورتيني يا حاجه. الله يخليك. نورت يا استاذ خالد. واي حاجه لا اشوف برضو فيديو الحاجه ام عادل هيعمل له خصم 150 فوق الخصم بتاعه. والسلام عليكم ورحمه الله.